حرب غزة تؤثر على الداخل الأمريكي بما معنى أنها تؤثر على الداخل الحزب الديمقراطي نفسه. إيه؟ يعني الانتخابات بين يعني بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين لا تأخذ حرب غزة هي الحيز الأكبر. طبعا هناك الجامعات وهناك غير الجامعات، ولكن بانتخاباتهم بشكل أساسي بين بعضهما البعض، طبعا الجميع يريد أن يعني يخطب ود العرب والمسلمين، ولكنهم يعني يحرصون سواء ترامب أو سواء بايدن يحرصون على التزامهم بأمن إسرائيل، لأنه التأل الأكبر ليس فقط للوبي يعني طبعا اللوبي اليهودي مؤثر جدا، ولكن أيضا في بالنسبة لترامب هناك الكنائس الإنجيلية التي تقدر يعني بحوالي 70 مليون بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه الكنائس تدعم إسرائيل، تدعم إسرائيل من منطلق إيماني، من منطلق أنه عندما يعني هودي المسيحية الصهيونية نحن نسميها، تقول بأنه عندما تقوم مملكة إسرائيل، هذا الإيمان تبعهم أنه عندما تقوم مملكة إسرائيل فسوف يعود المسيح مرة أخرى، فلذلك عليهم أن يدعموا هذه المملكة وأن تقوم لكي يأتي المسيح. فبهذا الموضوع من هن وصغار بيعلمون عن إسرائيل، يعلمون وكأنه إسرائيل التي ذكرت في العهد القديم وكأنها هذه إسرائيل، وهذا منه صحيح. بدي فوت بالتفاصيل الدينيه يعني لا الفكره مررنا عليها يعني بس تنشوف يعني تنحكي عن الستبات يلي عم يمرق فيها او العراقيل يلي عم يمرق فيها بايدن في الداخل الامريكي طبعًا. يلي بده يعمل له الف حساب يعني طبعا. فاذا الحزب الجمهوري قاعدته متماسكه اكثر، هو يقاتل مع بايدن، يعني يقاتل الحزب الديمقراطي على الأول شيء الهجرة. اليمين بالعالم كله يستفيد من الهجرة، ولا يقولون أنه كذا مليون فاتوا من بالمكسيك بخلال 3-4 سنوات من وقت إجا بايدن. على الاقتصاد يتهمون بايدن بأنه التضخم الكبير الذي حصل في مساندة الحروب في أوكرانيا وبيحكوا عن مساندة الحروب والدفع على الحروب، وأنه أوكرانيا هي مثل تبييض أموال جماعة بايدن وغيره. وبآخر موضوع بيجي موضوع إسرائيل بين اثنين، لأنه اثنينتهم متفقين. أما بالداخل الحزب الديمقراطي هناك المشكلة، هذه المشكلة الكبيرة اللي واقع المتمثلة فيها المتمثلة بأنه هناك بالحزب الديمقراطي مقصر. هناك في تيار كبير بداخل الحزب الديمقراطي وله وزن وله مؤيدين، هو التيار التقدمي. التيار التقدمي كان السبب في خسارة كلينتون ب 2016. التيار التقدمي راضاه بايدن بال 2020 وأعطاه الكثير بأجندة بايدن للترشيح بال 2020، أعطاه الكثير من مما يطالب به التيار التقدمي. أين يقف هذا التيار التقدمي؟ التيار التقدمي اليوم يقف مع غزة، هو ضد الحرب، يقف مع غزة. بالإضافة إلى هذا التيار التقدمي هناك المسيحيين، عفوا المسلمين، العرب، الملونين، السود، وهؤلاء يتعاطفون مع القضايا الإنسانية العالمية ويتقاطفون مع قضية فلسطين طبعا، ويقولون يعني هناك الكثير من الأحاديث التي تتوجه إليهم بأنهم إذا امتنعتم عن التصويت لبايدن فهو سوف يخسر وسوف يأتي ترامب وسوف يحاربكم. هم يعني الجواب على هذا الموضوع لا تبتزونا، لأنه من الأفضل أن نعلمكم درساً للتاريخ بأنكم يجب عليكم أن تنصتوا للقواعد الشعبية. حلو، من هون منشوف هذا الثقل يلي عم تفرضه إدارة بايدن لمحاولة رأب الصدع ولا محاولة إرساء هدنة أو مثل ما بيقولوا وقف حال، يعني على القليل توقف المجزرة، على القليل توقف الإبادة ويوقف قتل الفلسطينيين، على القليل اللي يرمم نفسه خلال 3-4 أشهر، يرمم صورته خلال 3-4 أشهر. مشان هيك اللي عم بيعملوه اللي عم تعمله إدارة بايدن هي عم تعمل توزيع أدوار. يقومون بتوزيع الأدوار، يعني مثلا بيقولوا نحن بدنا الهدنة، يعني مثلا البيت الأبيض بموضوع رفح هلا حكينا قبل شوي أنه رفح عم بيعملوا يعني لقاءات، والبيت الأبيض موكل ناس ينسقوا مع الإسرائيليين تحضيرا لمعركة رفح. بالمقابل شو عم بيقول؟ أنه لا ما تفوتوا على رفح، هناك ازدواجية خطاب. هلا بموضوع الهدنة بلينكن يحمل حماس المسؤولية برفض الهدنة، بينما ويليام بيرنز وجيك سوليفان بياخذوا الموقف الثاني اللي بيقولوا انه مطالب حماس منطقيه ونحن نتفهمها. انا اجد ان هذا الموضوع كله ليس اختلاف بين بعضهم، هو توزيع الادوار لارضاء كل الاطراف لتمرير مرحله الانتخابات الامريكيه. هلا بايدن شو عم يعمل؟ عم بيحاول كمان ايضا انه يرضي الاسرائيليه، لانه بتعرفي شحنه واحده فقط
تم تأجيلها، طلع اللوبي الإسرائيلي وطلعت الأصوات التي تقول بأنه يجب على بايدن أن يرسل السلاح لإسرائيل، وكأنه عشرات مليارات الدولارات التي أرسلها إلى إسرائيل من الأسلحة لا تكفي. اليوم في الأف 15 اللي عم يتفاوضوا عليها، واللي يقول الكونغرس أنه سوف يرسلها إلى إسرائيل، مع أنها لا ترتبط بحرب غزة، ولكن يحاول بايدن أن يعني أن يؤخرها لكي يجمل صورته أمام المعترضين داخل حزبه وكرمال الانتخابات.